مساء الخير وفقرة جديدة من فقرات برنامج الأطباء. نسبة كبيرة جدا من السيدات في مصر حوالي من 5% ل2% بيعانوا من مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة البويضات الفارغة أو الفاسدة. لما بتنقطع الدورة الشهرية وبتظهر علامات الحمل عند السيدة وبتقوم بإجراء الحمل بتطلع نتائج إيجابية، لكن فجأة بعد فترة وبعد تعب شديد وبعد فحص بتكتشف أنه كيس الحمل فارغ، وده بسبب أنه البويضة بتكون فارغة. طيب ليه المشكلة دي بتحصل بالرغم من أنه ما حصل لهاش أي عوائق بتمنع الحمل؟ السبب فيها وإزاي نعالجها وإزاي كمان نحسن من جودة البويضات دي؟ ده اللي هنعرفه من ضيفي العزيز والكريم عليا جدا، الرائد والمتميز في مجال النساء والتوليد والحقن المجهري، الدكتور عبد اللطيف سويلم، أستاذ علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري ورئيس مجلس إدارة مستشفى نور الحياة للخصوبة. برحب بحضرتك يا دكتور. في البداية عاوزة أعرف وكل مشاهدينا يعرفوا يعني إيه بويضة فارغة أو فاسدة، دي معناها إيه؟ هو طبعا يعني أنا يعني عايز أفرق ما بين حاجتين. أحيانا يبقى فيه كيس حمل وكيس الحمل ده ما فيهوش جنين، تمام. ده يعني موضوع تاني خالص. الجنين او في البدايه الخلايا بتنقسم، في جزء منها بيكون المشيمه وبيكون الاغشيه اللي حوالين الجنين، وفي جزء بيكون الجنين نفسه اللي هو جسم الانسان بقى العادي بقى من عضلات وعظم وشعر وعين واعصاب وهكذا. احيانا ده ما يتكونش، وبالتالي بنسميها كيس حمل بلايتد، يعني فارغ او عمياء او كده، يعني مع انه تحليل الحمل سليم ومع انه في كيس حمل. ده وارد حدوثه وبنسبه، وقد يكون سببه تشوه في الكروموزومات بتاعه الجنين نفسه منع تكوين الجنين بالطريقه دي. تمام. ولكن الموضوع الأهم اللي هو في مجال الحقن المجهري، تمام، إنه تبقى حويصلة جراف، لأنه إحنا عارفين إن البويضة بتطلع في حويصلة، هذه الحويصلة اسمها حويصلة جراف، تقعد تكبر تكبر وإحنا شايفينها في الموجات فوق الصوتية، ونيجي نسحب البويضات دي تطلع مية وتطلع فارغة وما فيهاش بويضة، يعني الكيس ده فارغ وما فيهوش بويضة. تمام. ده هو موضوع مهم جدا، وبيحدث بنسبة قد تكون من 7% إلى 7% من حالات الحقن المجهري اللي احنا بنعمله. طيب ازاي اقدر اكتشف ده بشكل مبكر؟ ما انا هقول لسيادتك، هو ده له اسباب، اسبابه اللي هو هتبقى فيها اكتشافها وازاي ان انا اشخصه. نفترض واحدة، انا علشان اشخصه يبقى لازم ادخلها واشفط البويضات دي فتطلع فارغه، تمام. يبقى لو انا عندي بويضات حجمها او حويصله جراف ماتيور ناضجه تماما فوق ال 15 ملي، عندي حوالي مثلا 4 أو 5 بويضات في كل مبيض، وجينا نسحب لقينا ده فارغ، ماشي، يبقى اذا دي خلاص اقف، انت هنا عندك حاجة اسمها بويضة فارغة. نعرف أسبابها. 70% من الأسباب بيبقى عيب في العيانة نفسها. يعني عيب خلقي؟ لا، عيب في العيانة نفسها. هقول لسيادتك إيه. وفي 30% قد يكون عيب خلقي. تمام. ماشي. 70% اللي في العيانة نفسها، سيادتك عارفة إحنا ادينا الأدوية. خلاص، وبعدين في حاجة اسمها إبرة تفجيرية، خلينا نقول عليها كده، بلاش نقول اسمها بالإنجليزي. تمام. الإبرة التفجيرية دي هي اللي بتعمل المرحلة النمو الأخير للبويضة، وبالتالي تسهل من شفط هذه البويضة. زي ما يكون ثمرة والثمرة دي استوت، وأي حاجة بتقرب منها بتقع الثمرة فإحنا بنسحبها. لو اتخذت الإبرة دي غلط، مش في الميعاد بتاعها، اتخذت بطريقة غلط. 2، ممكن تكون هذه الإبرة بتتاخد بدل ما جت تاخد البودرة
خدت المية بتاعت الإبرة. تمام. قد يكون في بعض الباتشات اللي طالعة من المصنع والتصنيع بتاعها او تخزينها. يعني عيب تصنيع وتخزين ملوش علاقة بالمريضة نفسها. انت عارفة انه الحاجات دي بتيجي من مستوردة. تمام. وقد يكون تخزينها مش مظبوط. حضرتك تقدر ازاي تسيطر على ده او تكتشف ده العيب ده؟ ما انا هقول لسيادتك. او قد يكون العيب انه هي بتاخد الابرة في العضل اتخذت بطريقة مش كويسة. تمام. في الدهون. او قد تكون وهي بتديها المحلول او المادة طلعت برا الابرة لانه زي ما بيقولوا بالبلدي كده طرشقت الحاجة اللي. تمام. المية اللي فيها طلعت ما دخلتش جوه. جسم هذه السيدة. طب ازاي اكتشف كده انه دي بويضة فارغة؟ لو انا بسحب بويضتين تلاتة في البداية وبعدين مفيش والبويضات دي ناضجة قدامي وفي المعمل بيقول لي ما فيهاش بويضات، يبقى اذا ستوب لازم اعيد سؤالي، هي انت خدت الابر امتى؟ من اهلها طبعا لان هي بتبقى متبنجه. تمام. واعمل تحليل لهرمون الحمل. لانه الابر دي اللي هي بتتاخد التفجيريه هي عباره عن هرمون حمل. فبعمل تحليل لهرمون الحمل، لو لقيته نيجاتيف يبقى اذا الست دي في خطا في الحقنه. يبقى اروح واقف عشان انقذ ما يمكن انقاذه واديها الابر تاني وابدا اسحب البويضات بعد 36 ساعة من الحقنة التانية اللي انا اديتها. بعيد تصحيح المسار. طب ليه قبل كل ده دكتور ما يعني ما نسيطرش على كل المشاكل اللي بتواجه؟ بننبه على العيان. اعمل كذا وكذا 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 وكذا. احيانا العيان ما بيعملش. تمام. الحاجة التانية قد يكون مشكلة في العيان نفسه. المشكلة اللي في العيان ده انه الدواء نفسه بيحصل له كليرانس من جسمه بسرعة. فما بيلحقش يشتغل. تمام. وده بيبقى عيب في العيان نفسه او المريضة نفسها. او قد يكون يعني عيب ايه بالظبط؟ هل هو عيب خلقي فيها ولا او قد يكون فيه. ذلك او الريسبتورز مش مظبوطة. او زي ما قلت لسيادتك تصنيعه اللي هو المادة الفعالة في الدواء ضعيفة جدا ما قدرتش توصل. ولكن انا ممكن نتدارك ده زي ما قلت لسيادتك وبعدين بعد ند الحقنة وبعد 36 ساعة نسحب هتطلع بويضات. في مشكلة اخرى اللي هو في 30% من الحالات تطلع هذه البويضة مشكلة عيب في السيدة دي، ولكن علشان اثبت ذلك يبقى هعمل لها حقن مجاري يعني اعادة تنشيط اخر، واعادة التنشيط ده ادي الادوية التفجيرية بطريقة كويسة وحتى ممكن ازود الجرعة بتاعت الدواء التفجير. احنا دايما بندي مثلا 5000 او 10000، لا دي حديها 20000. طيب. وابدأ اسحب بدل ما بعد 36 ساعة اسحب ممكن بعد 40 ساعة. يعني اعمل السحب متأخر شوية على اساس انها تبقى اشتغلت. لو طلعت المرة التانية نفس النظام فاضية، لا يبقى دي فيها مشكلة في المبيض ودي مشكلة في عوامل الوراثة بتاعت هذه السيدة. وده هيبقى علاجها صعب. يعني هنا لو في مشكلة وراثية كده المشكلة بتتفاقم وبتبقى بس أكبر. بس دي نسبة بسيطة جدا من العيانين. أكبر نسبة هي تبقى مشكلة في أخذ الحقنة أو مشكلة في الدواء نفسه. يعني مشكلة تصنيعية أو مشكلة في العيان. تمام. ده الغالب. تمام. طيب سن المريضة بيتحكم في الموضوع ده؟ طبعا. برافو عليك. سن المريضة بيتحكم. دايما بلاقي انه لما يبقى مخزون البويضات وفي السن الاكبر دايما الاقي هذا العيب موجود اكتر من الـ 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 السيدات اللي هم سنهم في العشرينات والتلاتينات. الاقي مثلا في الاربعينات البويضات اللي طالعه اساسا بويضات اكياس واكياس فارغه ما فيهاش بويضات لانه في ضمور حدث لهذه البويضه
من الأساس، وكل البويضات اللي موجودة فيها من الأساس مشوهة وفيها ضمور، وبالتالي لا تستجيب لأي دواء تفجيري إطلاقا، ونيجي نسحب مية وما تطلعش بويضة. للأسف يا دكتور فقرتنا خلصت، بشكر حضرتك جدا ونورتنا يا دكتور. بشكر الدكتور عبد اللطيف سويلم، أستاذ علاج العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، ورئيس مجلس إدارة مستشفى نور الحياة للخصوبة، وبشكر حضراتكم جزيل الشكر. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. العلاج بالأوزون الطبي أو الأكسجين المنشط من أهم وأخطر التقنيات العلمية والطبية الحديثة، له دور كبير جدا في علاج كثير من الأمراض لم يكن يدخل أو يخطر في بالنا في يوم من الأيام أنه يكون له دور كبير في علاج مثل هذه الأمراض، الأمراض الهيكلية، الجلطات بكافة أنواعها القلبية والدماغية وجلطة الساق. ولكن ليس لدينا الوعي الكافي من قبل المتعاملين مع هذه التقنية بالتعامل الصحيح الطبي الصحيح مع هذه التقنية. متى نلجأ لاستخدام العلاج بالأوزون الطبي؟ إلى من نلجأ لاستخدام العلاج بالأكسجين المنشط والأوزون الطبي؟ هل هو يغني عن العلاج الدوائي؟ كثير من التفاصيل. معلومة أيضا التي يمكن أن تكون غائبة عن أذهان الكثيرين، أننا هنا في مصر لدينا أكفأ الأطباء الذين يتعاملون بالعلاج بالأوزون الطبي، وأكفأ المراكز البحثية والطبية التي تتعامل مع هذه التقنية. لابد أن نعلم هذه المعلومة بشكل جيد. معنا الآن في الاستوديو رائد من رواد العلاج بالأوزون الطبي الدكتور عادل الفرجاني، رائد البحث في العلاج بالأوزون الطبي والتغذية العلاجية، استشاري العلاج بالأكسجين المنشط، دبلومة الجمعية الأوروبية للأوزون الطبي، عضو الاتحاد الدولي للعلاج بالأوزون الطبي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة مشاهدين حضرتك، وأسأل المولى عز وجل أن يلهمنا ما ننفع به الناس إن شاء الله. ده أكيد إن شاء الله. عايزين نعرف دور الأوزون الطبي في علاج تصلب الشرايين والجلطات بكافة أنواعها، دوره لما نقول دور الأوزون في أمراض تصلب الشرايين نعرف يعني إيه تصلب شريان. تصلب الشريان هو التصاقات دهون منخفضة الكثافة داخل جدار الشريان. الشريان بطبيعته إلاستيك مطاطي، عضلة القلب كمضخة تضخ الدم، المفروض بيتسع الشريان. لما يلتصق بها دهون منخفضة الكثافة أو والحقيقة بيبقى مجموعة من الالتصاقات، أولهم وأخطرهم الدهون منخفضة الكثافة، تاني حاجة الصفائح الدموية، تالت حاجة ممكن الكالسيوم اللي هو جايلي من المية، رابع حاجة ممكن لاكتيك أسيد أو كرة الدم الحمر، بتوصلني إلى ضيق في الوعاء الدموي زي ما احنا شايفين كده. ده صوره اهو، الشريان ده سليم، القلب ضخ الدم فابتدا ينقبض يتسع اهو مع الـ مع الـ مع ضغط مع انقباض القلب. هيبتدي ايه اللي بيحدث بقى؟ هيبتدي يترسب في يعني في صوره تانية، هيترسب الدهون داخل جدار الشريان. يعني ده شريان سليم تماما، القلب انقبض دفع الدم بقى، ده سريان طبيعي. لا يمكن في صوره لشريان ابتدات فيه الالتصاقات الدهنيه، فده ده احدى الصور اهي، الدم ماشي طبيعي بس هو خلاص فقد الخاصيه المطاطيه اللي موجوده فيه. يعني الصورة هيبتدأ يتكون بطبقة دهنية، ابتدأت تتكون اهي، ادي الطبقة الدهنية اللي بنقول أثيروسكلروتيك بليكوس، يعني كرة من الكرات من الدهن ابتدأت تتمدد، يلتصق بها صفائح دموية وهي ماشية، شوفي ابتدأ سريان الدم يقل، هيجي هيلتصق بها، هيلتصق بعد كده كرات دم حمراء، إذا المسار نفسه ما بقاش التصقت كرة الدم الحمراء. تم اتقفل الشريان، ده يعمل لي جلطة دماغية.
ده لو وصل لجلطه يبقى جلطه دماغيه، يسري هذا الامر يبقى جلطه قلبيه، يسري هذا الامر يبقى جلطه رئويه، جلطه في الساق. يعني ده صورتين لقطاع في الشريان، ده سليم تماما، ده ابتدى يتكون عليه التجمع الدهون منخفضه الكثافه. يؤدي لي لو وصل قفل تام لجلطه قلبيه دماغيه، والجلطه الدماغيه لو امكن التدخل فيها في حاله متوقع فيها شلل ممكن النتيجه توصل 90%. يسري هذا الامر على الجلطات القلبيه. الدماغيه لا، ما اقدرش اتدخل قبل استقرار حاله القلب، وان كان لما يستقر ملهوش غير دي، لانه هو بيعمل ايه بقى؟ هو طبعا، والتالتة الرئوية، ودي بتبقى حالة في المستشفى، التالتة اللي هي جلطة الساق. خلاص التصاقات دهنية قللت المسار، ففقد الشريان القصية المطاطية. الأذون الطبي لما يعني اللي سبق وكلمنا فيه، أكسجين بنسبة 95% على أقل تقدير، و5% الذرة التالتة اللي هي الأذون اللي هي محملة بطاقة عالية جدا، تبتدي عندها قدرة تفتت لي البطانة الأسمنتية اللي موجودة داخل شرايين المخ، تفتح لي الكولاترال الاحتياطي، تشيل لي الاحتقان بتاع الشريان، تشيل لي الطبقة الدهنية اللي موجودة داخل جدار الشريان، تفتح لي الكولاترال. في لما حملت بطاقة عالية تقدر تخترق الأوعية الدموية الدقيقة الصغيرة، فيتحسن التركيز، يتحسن التروية الدموية، يتحسن الانتباه، يتحسن وصولا انها تحسن الزهايمر بعد ما افحص الزهايمر لو كان له دور في بتسمم الألمونيا يعني. صحيح. فيتحسن القصه دي، تحسن في نفس القصه في القلب. انا هنشوف الفيديوهات اللي فاتت دي، كانت فيديوهات القلب اعتقد، الفيديوهات اللي جايه دي. خلاص، هو ادي الشريان، الشريان التادي، ادي الطبقه الدهنيه اتجمعت اهي، وما بقاش فيه دم يوصل للشريان في الشريان التاجي. ما هو القلب كعضله محتاجه تغذيه، بتتغذى بشرايين، وصل القفل، هي دي الجلطه القلبيه. لا، ما اقدرش اتدخل بقى في الحاله دي، ده مريض في الرعايه، لازم بس يستقر. يبقى ملهوش علاج غير ده، هيبقى عالجت سبب المرض وليس عرض المرض، ان انا ازلت هذه البطانه الاسمنتيه، لو صح هذا التعبير، اصلت ازلت البطانه الاسمنتيه اللي هي مكونها سبق قلت لحضرتك عليه، دي الجلطه القلبيه. يسري هذا الامر على القلب على الجلطه الرئويه، يسري هذا الامر على جلطة الساق. المانوفر بتاعها واحد، تغيير في الالتصاقات وتغيير في العضلات الناعمه للشريان بتوصلني للمستوى ده. يبتدئ يعني على مستوى القلب، بعد مرحله القلب تستقر مع العلاج الدوائي، مع العلاج الغذائي، مع اللايف ستايل، مع كل البروكوشن، يبتدئ يزل لي سبب وليس عرض المرض، ان انا يدوب لي هذه البطانه الاسمنتيه الموجوده. تمام. ودي احدى صور حاجه جلطه للساق اهي، شفتي حضرتك ان ابتدى يبقى فيه ترسب، ده اللي عامل لي جلطه الساق. طيب دوره ايه بقى كمان؟ ده هو غير ان هو يزل البطانه الاسمنتيه اللي موجوده داخل جدار الشريان، ان هو يقولي الصمام اللي في الوريد. ودي يمكن جنرالي ولوكال، هقول لك على حاجه قويه، التسرب الوريدي في الشريان، واللي هو يعمل لي ضعف الجنسي. تلاقي المريض، انا عملت الدوبلكس يا دكتور، وقالوا لي ان في تسرب وريدي. تسرب وريدي ده ضعف في الصمام داخل جدار الشريان. الاذون يحسن الجزئيه دي تماما، يحسن الصمام، ويحسن البطانه للعضلات الناعمه بتاعت الشريان، فيحسن لي الانتصاب بشكل طبيعي، ويبقى الانتصاب العدوي الذكري وبشكل طبيعي. انا شلت مسبب المرض وليس عرض المرض. وده العلاج الحقيقي. وده العلاج الحقيقي والامن واصل المرض. يعني احنا مثلا اللي عنده ضعف انتصاب خاصه مرض السكر او ما الى ذلك، كلام من ده هو بياخد منبهات جنسيه. طب ما ليها ما لها وعليها ما عليها. ده ابقى زلت اصل المرض من الاساس. انا قويت الشريان، انا قويت الصمام، ما يبقاش في ارتجاع في الوريد، تتم عمليه الانتصاب بجوده. ده يحصل اتوانس؟ لا،
ده كورس علاجي المريض بياخده في صوره جلسات وكلام من ده، بيصابر عليه مع النظام الغذائي مع العلاج الدوائي بعد ما انفي كمان ان في سبب هرموني. تمام. دي بالنسبه للجلطات. يعني ايضا للاذون الطبي دور مهم جدا في علاج مضاعفات السكر، لو احنا خدناهم بالتفصيل وقلنا دور الكابينه في علاج التهاب الاعصاب مثلا. يمكن الميكانيزم واحد، الاشكال الاعطاء مختلفه. يعني انا مثلا دور الاوزون في حضرتك بتقول التهاب الاعصاب، هو ايه التهاب الاعصاب؟ قصور الدوره الدمويه في الاطراف نتيجه التصلب الشريان، ما بقاش في موفور من الاكسجين، بيبطأ حركه الدم، فهو ما بقاش في توصيل للشريان، فيبتدي يلتهب الشريان عشان ما فيش دم محمول كويس وما فيهوش اكسجين، لان الشريان بيتغذى بحاجتين، بيتغذى بالجلوكوز والاكسجين، فيبتدي يدمر لي الاحساس في الشرايين، لدرجه ان المريض ما بيبقاش عارف ولا لابس الحذاء من عدمه لو شبش وكلام من ده. هو نفس المانوفر، يدوب لي الدهون، يوصل ترويه دمويه، والمحك في الترويه الدمويه هنا حمل حمل الكرات الدم الحمراء سوري او الهيموجلوبين للدم عشان يوصل تغذيه للاعصاب. احنا معانا فيديو للكابينه ودورها في علاج التهاب الاعصاب برضو، يعني علشان يبقى حضرتك كلامك برضو. هي دي كابينه، دي كابينه غازيه بتبتدي المريض بيقعد فيها وهو قلع تماما. ده شكل الاكسجين. احنا بيبتدئ المريض يقعد في كابينه اول 3 دقائق فيها كربون دايوكسيد يوصل على الاوعيه الدمويه، ثاني 22 دقيقه فيها المريض بياخد الغاز الميكشر بقى اللي هو O2 O3 الانفراريد الالترا فايلوت الستيم، يسخن لي الجلد، فيبتدي يمتص الجلد 7% من المحيط اكبر عضو فيه، فبدي تغذيه مباشره للجسم عن طريق الجلد، ودي من ابسط العمليات وحاجه بسيطه، ودي حاجه ما المريض يدخل ويطلع بعدها بيحس بتغيير في الحاله المزاجيه، لانه هو هي بتزود بيبقى راسه بره الكابينه، بتبقى راسه بره الكابينه، ان الغازات اللي طالعه عليه دي ما ينفعش يشمها، لان لما حم البطاقه بقى له ريحه فيعمل ايرتن تهيج للشعب الهوائيه. زمانها نص ساعه وبيريح بعديها نص ساعه، لاني كاني لففت استاد القاهره 4 مرات. ليها كمان استخدامات تجميليه غير عاديه، لانها بتشيل السيلوليت وتشيل الستريتش مارك وخشونه الجلد غير عاديه في الكلام ده، تطلع لي الميه اللي بره الخليه، تنشط لي الغده الدرقيه فالمعدل الحرق يزيد، العضله المتقلصه في الظهر تغذيها تغذية مباشرة فتفك، ما هي إزباز حصل على العضلة فخلاص الدورة اللي في العضلة وقفت، في شريان في وريد في ليمف في عصب، فخلاص انت خنقاية، يجي الأكسجين لما ياخد الأكسجين بيشيل الخنقة بتاعت الأكسجين فيزيد بيستثير إفراز الخلايا الجذعية الطبيعية في الجسم فيزود النيتريك أسيد فيحسن الريبير. له جلسة، له شكل، له فايدة غير عادية في التقلص العضلي والانزلاق العضلي ذات الأصل المناعي. بالكابينة وحقن حوالين الفقرات بإبرة إنسولين آمنة تماما وغير مؤلمة تماما، تقدر ترجع لي الغضروف اللي هو متأسف معلش أنا عندي برد، ترجع لي الغضروف اللي هو اتسع في القطر لوضعه شبه الطبيعي. تمام. في شكل آخر من الجلسات؟ في شكل كمان برضو في هي عامل مساعد في خشونة كده، زيادة عدد خلايا بيزود لي مناعة الجسم. يعني هو بايفيزيك فورم على المناعة الواطية يعليها، والتوجه دلوقتي ان انا اتفادى الامراض بزيادة المناعة. بان انا اعلي مناعه الجسم، لان مناعه الجسم هي المسؤوله عن عن كل الدفاعات. صحيح. فهو ينشط لي كل مضادات الاكسده اللي على جدار الخليه
الطبيعيه اللي خملانه، يجي على الخلايا الغير طبيعيه اللي هاجمت الجسم يبتدي ايه، ملهاش ربنا ما عملهاش غشاء حمايه زي البكتيريا والفطر والطفيل والفيروس، فيعمل لها اريديكيشن يزيلها بما فيها الخلايا الورميه الاوليه. تمام. لانها خلايا ربنا ما خلقلهاش جدار حمايه، لكن على الخلايا اللي ليها جدار حمايه لا، هو بينشطها، هو بيستحس ويستفز الحاجات الدفاعات اللي ربنا خلقها طبيعيه، ومع زياده الاكسده بتبتدي تركب. دي جلسه من الجلسات اللي دي الجلسه انا باخد الدم اهو كانه بيتبرع بالدم، ودي في يعني كميه معينه، وبضيف عليها الخليط الغازي وارجعه الجسم في كلوز سيركل، عمليه غير قابله للتخوف او اي حاجه من هذا القبيل، والمتخوف منها يقدر يبقى في بديل ليها ان انا احقنه عن طريق الشرج او الثالثه الكابينه، او ان انا اجمع بين الشرج والكابينه، او اجمع بين الدم والكابينه على حسب الحاله. يعني في بدائل لطرق الاعطاء يعني. بمناسبه الكابينه، بمناسبه الكابينه دي حاجه بتشيل الحمض اللاكتيك اسيد، فكل اللي بيبذل مجهود، كل اللي رجال الاعمال اللي بيتعرضوا لضغط نفسي وعصبي وكلام من ده عادوا في الكابينه دي، بتريليف مضادات الاكسده وعمليه التاكسد الشديده اللي في الجسم، وتشيل اللاكتيك اسيد المسؤول عن التعب، وتزود لي افراز الاندورفين اللي هي الخلايا المتخصصه في البهجه ان احنا نبقى مبسوطين او سعداء او كلام من ده. هنتكلم تاني عن الكابينه في نهايه اللقاء، اعتقد ان هي لها دور كبير مش بس في هذه الامراض، ولكن حتى على مستوى متلازمه التعب والناحيه النفسيه هنتكلم عنها بالتفصيل. لكن ما زلنا في نقطه مضاعفات السكر، يعني القدم السكري من اهم مضاعفات السكر اللي ممكن يعاني منها الكثير. دور الأذون الطبي في علاج القدم؟ احنا طبعا عندنا السكر تايب 2، ده حاجه يعني عدد المرضى كتير، المريض بتاع السكر لازم سكر بينضبط، لازم ينضبط، ولذلك احنا عندنا في المركز كل التخصصات، فالمريض قبل حتى ما يدخل لي ده بيدخل لبتاع الغدد الصماء عشان يكتب له علاج السكر، بيدخل لبتاع التغذيه العلاجيه عشان ينظمه على على على, على شكل نظام معين، يجي لي بقى انا عندي قرحه، وعاده ما بيجي وبيجي حالات برضو متاخره جدا، القدم تفحمت وكلام من ده، انا خلاص اوريدي ما عنديش توصيل للدم. اي حاجه ما وصلهاش الدم، هي سرطانات بدات ازاي، واوتو فيربرج خد نوبل في الطب ازاي، انه اثبت ان في لما يحصل فيه جوع للاكسجين جدا يبتدي الخلايا تبقى خلايا مجنونه تتكاثر بشكل غير طبيعي. فلما اسهل الراجل اسهل اقل من 40%، ومع الهايبوكسي او نقص الاكسجين على مستوى الخليه، لانه ده طاقتنا كلها بنسبه 90% بناخدها من الميه، واللي احنا بننساها واللي المفروض ان انا بشرب الميه، لو وزن حضرتك 70 كيلو انت بتاخد 3 لتر ميه ونص في اليوم، لازم يعني الوزن على 2 لازم تشربيها، ده احتياجك. تمام. معذره احنا غالبا على فكره ما احنا بننسى نشرب، وده من افضل يعني الميه ونقائها وكلام من ده وكميتها، لا دي حاجه هي بتزيل السموم، لان هي كمان هي اللي بتوصل كل المغذيات في الجسم. فحضرتك المفروض ان احنا عندنا فيديو للقدم السكري وصور لو هي جاهزه برضو نعرضها. نفس المانوفر حصل، واحد قصور في الدوره الدمويه الطرفيه، وانا قلت لحضرتك قبل كده دوره دمويه طرفيه يعني ايه؟ دوره يعني شرايين مخ. دي حاله تحديدا من الشرقيه، ده شكل القرحه، دي قرحه خلاص بقى حصل قرحه بالاذون والبي ار بي، دي اول جلسه، دي تاني جلسه، دي تالت جلسه. فهو ساحر في القرح، ويسر هذا الامر على كل القرح اللي موجوده في الجسم. قرح الظهر اللي الناس اللي يعني مثلا عندها اي مرض بتستلزم انها نايمه طول الوقت على السرير، قرحه الاثنى عشر، قرحه القولون رائع في الجزئيه دي، وده بيدي شفاء تام في الحروق والجروح والكلام من ده. حضرتك اشرت للقولون، امراض القولون يعني امراض خطيره جدا، واعتقد ان الاذون الطبي وخاصه الغسيل القولوني بالاذون الطبي اعتقد ان هو ليه دور كبير فعلا. احنا بقى عندنا ترند اللي هي الطب التكاملي، بنتكامل كلنا مع بعض. فامراض القولون دي كثيره، بس انا هعلق على اكتر حاجه واللي هي موجوده عندنا في مصر،
الاصابه بالبكتيريا الحلزونيه وغيرها وكلام من ده ايا كان السبب، لها اسباب كتيره. ان يبتدئ يشتكي المريض الاول من ايه؟ حرقان في المعده، ارتجاع في المريء، احساس بامتلاءات وانتفاخات، نوبات من الاسهال او الامساك او ايهما. لو مانيفستيشن بره القولون، يحس المريض الم في كتافه وجسمه، فقد النشاط، فقد دي احدى الامراض المناعيه اللي انا باكل الاكل ونزل المعده، المفروض الاتش سي ال بتاع المعده يفرم البكتيريا دي، اسمها البكتيريا الحلزونيه، وموجوده عندنا من 60 الى 80% من الشعب المصري، والشعب المصري متعامل معاها. وبسمع ايه؟ دي والله عندي من زمان، ووالدي وتقريبا طبيعتنا. لا، مش طبيعتك، ده البكتيريا دي بتيجي قصر الميه اللي مش نظيفه او الخضار اللي مش نظيف، وبيدخل الجسم داخل المعده، المفروض الحمض يفرمه. لا، هو بقى بنسميها البكتيريا الخبيثه، لانه بيعمل غشاء قلوي حوالين نفسه، وبيبتدي ينخر في جدار المعده ويفرز السميه داخل جدار المعده، فالمريض يشتكي من تكسير، من فقد للنشاط، وبنسميها يمكن ان الغسيل القولوني. وهقول ايه قيمه الغسيل؟ يعني ده شكل للغسيل القولوني، ده جهاز كندي. طبعا بنعمل غسيل قولوني، لا في تغدير ولا في حاجه من هذا القبيل، المريض بيبقى بصيح، مفيش الم على الاطلاق. ومن احسن ومن اكبر الحاجات اللي شفتها كنتيجه بعد الغسيل ان المريض فايق تماما، لان انا بيبقى عندي 2 كيلو من الترسبات موجوده في القولون، فطريات ميته، طفيليات ميته، بكتيريا ميته، التصاقات حمضيه قصر سنين العمر كله داخل اعداب القولون. فانا بغسل القولون، بغسله في 45 دقيقه، انا ازحت كميه كبيره جدا من المسببات المرض والتعب، والمريض كان يشتكي من تعب عام واجهاد وارهاق وامتلاءات وانتفاخات ونوبات من الاسهال او الامساك او امساك اسهال او امساك مزمن. بنبتدي بخرطوم بسيط كده عليه مالسفايد، ونبتدي ندخل الميه الاول، وبالساكشن نسحب الميه، كلها كلوزد سيركل، كلها حاجه مقفوله، والمريض فايق. دي شوفي بقى، اولا اول حاجه بعملها ان انا بغسل المستقيم بحقنه شرجيه، دي اللي موجوده في 15 سم، دي الفضلات السم اللي موجوده، كل اللي طالع ده التصاقات داخل الجدار القولون على مدار السنين، سنين العمر كلها. جلسه 45 دقيقه حضرتك بتقول الجلسه 45، وطلع كل التصاقات دي ده حد اوريدي. انا اول خطواته ان انا بعمل حقنه شرجيه من الجاهزه، ان انا اخلص الجسم من فضلات الجسم السامه اللي هي موجوده في المستقيم، في اخر 15 سم في المستقيم. تيجي بعد كده ادخل بقى بالسبيكولوم، السبيكولوم حاجه صغيره فيها عليها مالسفايد، وابتدي اغسل القولون الطالع والمستعرض والنازل. ايه قيمه هذا؟ انا تخلصت كميه كبيره جدا من البكتيريا والفطر والطفيل، واهم من ده كله الالتصاقات الحمضيه اللي هي بتحدث طبيعي، قصر انتاج الطاقه في الجسم. وده بيبقى الفان دي في اوروبا، عايز يستمتع بقى بصحه وكلام ده، فيروح يعمل غسيل قولوني. فهو ممكن يتعامل وقائيا، وبنسميه 4D توكسيفيكيشن، لاخراج السموم، انا بخرج السموم يعني. وبعد كده بينشط التمثيل الغذائي كويس قوي، ولما بنضيف بنحقن الاوزون في الشرج برضه بشكل بسيط، انبوبه كده بنحقنها، وبتقعد تلت ساعه في القولون، فتبتدي تغذي تغذيه مباشره للشعيرات الدمويه اللي في القولون، وبعد كده تدخل الدوره البابيه في الكبد، فالدوره الدمويه فبقى امتصاص عادي. فده اذا يعني انا غسلت القولون، وبعد كده حقنت الخليط الغازي، في بيعمل لي استراليزيشن للقولون، وبعد كده بستفيد منه وبدون مخدر زي ما حضرتك ذكرت، يعني مفيش الم وبدون مخدر. لا لا، ولا مخدر ولا الم ولا حاجه زي كده. سبيكتولم قد تخن الصابع كده، وبتحط عليه امالسيفايد، وببتدي ادخل بريشر وساكشن، بريشر وساكشن، وبعد كده المريض بياخد الكلوروفيل او دم النبات عشان ازود بقى البكتيريا النافعه. تمام. عايز اركز مره تانية على دور الكابينه في علاج الامراض الهيكليه. جميل. فحضرتك تكلمنا على النقطه دي. ايه الامراض الهيكليه؟ هي العظم وهي العضلات. والعضلات فيها الاعصاب، وفيها دوره الشريان ووريد، وفي دوره لمفاويه، وفي دوره عصبيه وكلام من ده. انا لو حصل سبازم في العضله،
لو حصل تقلص في العضلة، وحالات كتيرة دخلت عمليات انها تعمل تشيل غضروف وانا الاصل العضلة منقبضة انقباض شديد جدا وكلام من ده. ولذلك برضو يعني احنا يعني كتيم ورك بنعمل، لا ده بتاع ده بيبص على من ناحية الكالسيوم المتأنى اخباره ايه اجمالي الكالسيوم والدرجة الدرقية والفيتامين دي وكلام من ده. طيب واحنا كشعب عندنا فعلا نقص في فيتامين دي كتير، وبقيت اكسيدنتالي لدرجة انا بحطها في حساباتي ده كاروتين ان شاء الله. الفقرة الجاية هنتكلم عن دور الكابينة في علاج الامراض الهيكلية وباقي الامراض اللي ممكن تعالجها الكابينة باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور عادل الفرجاني، رائد البحث في العلاج بالاذون الطبي والتغذيه العلاجيه واستشاري العلاج بالاكسجين المنشط ودبلومه الجمعيه الاوروبيه للاذون الطبي وعضو الاتحاد الدولي للعلاج بالاذون الطبي. اشكرك شكرا جزيلا. بشكر جدا. شكرا. اشكركم، ويتجدد اللقاء معكم مع فقره قادمه. مساء الخير على حضراتكم، فقرة جديدة من الأطباء. ما فيش شك أنه عالم جراحة السمنة في آخر 10 سنين حصل له تطور كبير جدا، وفي عمليات كتير ظهرت حققت نجاحات كبيرة، في أدوات ومناظير حديثة خلت العمليات دي أسهل بكتير، وبقى في إقبال شديد على هذه العمليات بعد ما كان في تخوف وقلق منها، وأصبح الجراح المتميز اللي ليه خبرة وكفاءة هو المتواجد. ضيفي اللي مشرفني النهارده هو يعتبر رائد في جراحات السمنة في مصر وفي الشرق الأوسط والعالم كله، وله أبحاث ومؤتمرات عالمية بيستفيد منها كل العالم، وبيعتبر كمان مرجع في عالم جراحات السمنة. بعد هذا النجاح الكبير في عمليات جراحات السمنة كان لازم يكون في وقفة عشان يشوف الفيدباك منها، ونجاح والتطور اللي بيحصل فيها ده كان بناء على النتائج. عملية تكميم المعدة كانت واحدة من أفضل عمليات جراحات السمنة، لكن أصبح في جديد في هذه العملية لأنه ناس كتير كانت بتبقى مبسوطة من نتائجها الأولية وكانت فعلا بتخس، لكن بعد فترة بنتفاجئ أنهم رجعوا مرة تانية للوزن. ضيفي اللي هيقول لنا النهاردة سبب المشكلة دي وهيكلمنا عن تاريخ التكميم وإيه الحلول الحديثة والجديدة اللي تم مناقشتها وتقديمها في المؤتمر الدولي الأخير واللي كان في الإسكندرية. ضيفي استضاف فيه أكبر رواد وخبراء العالم في جراحات السمنة، وكان على رأسهم البروفيسور روتليدج والبروفيسور ميلر، وده هنعرفه مع ضيفي العزيز عليا جدا القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد سبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. دايما حضرتك منورنا دكتور احمد، اهلا بيك ومشرفنا النهارده. سؤالي الاول هنتكلم فيه عن تكميم المعده وعن العمليه بشكلها القديم وعن التطور اللي حضرتك اضفته، لكن قبل ما نتكلم عن عمليه تكميم المعده وعن التطور في عمليه تكميم المعده معنا تقرير هنشوفه ونرجع مره ثانيه ونجاوب على اسئله. نروح للتقرير ومكملين مع حضراتكم. مرحبا حضرتك مره ثانيه. زي ما حضرتك شفت التقرير، عاوزين حضرتك تكلمنا عن المؤتمر، وعاوزين نعرف من حضرتك بالظبط ايه الجديد في عمليات تكميم المعده. والحقيقه احنا دايما المؤتمرات الدوليه بتبقى المكان اللي الخبراء والعلماء من العالم كله بيجتمعوا فيها عشان ناخد النقطه اللي حضرتك بتتكلمي عليها، وهي الفيدباك بعد اجراء العمليات. كل جراح بيقول نتائجه، بيقول التعديلات اللي هو شايف انها تتم اجراءها للحصول على نتائج افضل، ازاي نقدر نتجنب المضاعفات، وبالتالي بنقدر نوصل للفاين تاتش واللمسات السحريه البسيطه اللي بتفرق جراح عن اخر. وده دور القوي جدا للمؤتمرات الدوليه والعلميه
واللي احنا بنحضرها دايما في الخارج مع زملائنا واللي بيشرفونا في المؤتمر بتاعنا السنوي كل سنة، واللي عقد السنة دي كان في الإسكندرية وحضروا أكبر جراحين في العالم في هذا التخصص. والحقيقة كان مؤتمر مصري جدا، وحضروا كمان العديد من الأطباء اللي بيطمحوا ان هم يحققوا نجاحات في هذا المجال، واستفادوا جدا، لأن الحصول على هذه المعلومات من الخبراء دول مش حاجة سهلة. كل العالم بيطمح في هذه الفرصة، وإحنا الحقيقة بنحاول نوفرها، وده دورنا العلمي اللي بنحاول نوفره في مصر. طيب دكتور، الفكرة جت لحضرتك إزاي؟ هي الحقيقة تكميم المعدة وتطويره مش أنا شخصيا اللي أجريته لوحدي في العالم، لكن الفكرة جت لناس كتير لما ظهر دكتور روتليج بعد 5 سنين من إجراء عمليات تكميم المعدة، وهو مخترع عملية تكميم المعدة سنة 97، وهو صديق شخصي الحقيقة، وقال إن بعد 5 سنين من إجراء العملية في نسبة رجوع في الوزن تتراوح من 25 لـ30%. ودي كانت حاجة محبطة جدا الحقيقة، لكن لما هو راجع الأسباب رجع قال إن اختيار العملية ممكن يبقى هو سبب إن هو كان بيجريها لكل المرضى بدون اختيار، ما كانش بيعمل سيليكشن. بمعنى إيه بدون اختيار؟ يعني كل المرضى اللي وزنهم يعانوا من سمنة كان بيعمل لهم تكميم المعدة. أي سمنة؟ يعني مثلا إحنا دايما بنقول من زمان إن مريض السمنة المحب للحلويات والشوكلت والآيس كريم والعصاير والمياه الغازية ما تنفعلوش التكميم، وكنا بنستبعد هذه الفئة، عشان كده نسبة الفيلير عندنا ما تتعداش 5% في التكميم. تمام. هو لقاها 30%، وبعد 5 سنين رجع قال نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله. لا، التكميم ما ينفعش يتعمل للناس المحبين للحلويات قوي. تمام. مش اللي هم بياكلوا حلويات في مناسبات، اللي هم حياتهم كلها قائمة على الحلويات. تمام. ده التكميم عملية فاشلة فيه بكل الطرق، وهيرجع يدخن كده كده. ملوش حل يا ابني. يبقى أول نقطة لضمان النجاح هو اختيار المريض. تمام. النقطة الثانية هي طريقة إجراء العملية، لأن ممكن يبقى الرجوع في الوزن بعد التكميم مش راجع للاختيار، لا راجع لأن الجراح ما يعرفش التفاصيل الدقيقة وإزاي يضمن عدم الرجوع في الوزن. واحنا دايما بنوصف ان المعده على الورق بتبقى مفروده قدامنا ونقدر نرسم شكل قص المعده ازاي، لكن جوه غرفه العمليات عشان المعده تترسم بالطريقه دي عايزه جراح متمرس وعارف هو بيعمل ايه. لان كلمه ان هو يقص المعده، اي حد هيخش بالادوات الحديثه هيقص جزء من المعده. وهل الادوات ليها تدخل؟ لا، بمعنى انه يعني غير حضرتك وغير حرفيه حضرتك. طبعاً الادوات اللي بتستخدمها عنصر بتختلف؟ مهم جدا. طبعاً. جدا في نجاح العمليات. وفي ادوات تقليديه وادوات حديثه. بالظبط. وفي ادوات اصليه وفي ادوات تقليد، وفي ادوات اصليه السنجل يوز اللي هي الاستخدام الواحد. تمام. ودي عنصر امان قوي جدا. وفي ناس بتعيد استخدام الادوات دي 10 مرات عشان تقلل التكلفة. تمام. عشان توزع تكلفة الأدوات اللي المفروض تستخدم لمريض واحد على 10 مرضى. لكن ده ممكن يحصل منه مضاعفات عديدة جدا، عايزين نخوف الناس منها، لكن بنشوفها كلنا على اليوتيوب والمشاكل اللي بتحصل في مرضى كتير، وده عنصر الأدوات عنصر مهم جدا. لكن خلينا نقول احنا بنتكلم في نقطة الرجوع في الوزن، ودي أول نقطة فيها اختيار المريض المناسب، تاني نقطة فيها طريقة إجراء العملية وخبرة الجراح في استئصال الجزء اللي اسمه الفندس اللي لازم يتشال عشان ما يتمددش تاني، الأنترب عشان خاطر بيفرز هرمونات بتقلل الحرق، وبالتالي المريض يضمن إن العملية هتزود له الحرق 10 أضعاف وهتسد الشهية وهرمون الجوع يتشال تماما، وإن المعدة ما فيهاش الجزء اللي اسمه الفندس اللي بيتمدد بسهولة. يبقى الجزء الأخير، رغم كل الطرق اللي احنا قلناها دي لو اتعملت على افضل الطرق برضو في نسبة رجوع في الوزن. طب سببها ايه؟ هنا بقى حصل التقرير اللي قاله جانييه في 2018 السنة دي، وقال
للأسف إن بعد 10 سنين من إجراء التكميم نسبة الفيلير بتاعته وصلت إلى 65 لـ70%. 65 لـ70% بعد 10 سنين دي نسبة مقلقة جدا. تمام. وقال كمان إن الحل اللي هو شايفه هو إن هؤلاء المرضى أول ما يبتدوا يزيدوا في الوزن لابد من إجراء عملية إضافية على التكميم. تمام. طب لو حضرتك هتقارن لي بين عملية التكميم القديمة أو التقليدية وبين التطور اللي حصل فيها، عايزة مقارنة. وقبل ده دكتور، المريض اللي بنعمل له التكميم هل له سن معين؟ هل في بيتم اختياره بناء على مثلا بياخد أدوية معينة، عنده مشاكل صحية معينة؟ لا على الإطلاق. إحنا أولا هو إحنا ما خليناهوش التكميم قديم وحديث، هو التكميم هو مازال عملية حديثة، لكن اللي احنا بنتكلم عليه ده هو اسمه التكميم المطور. تمام. إضافة إلى التكميم اللي احنا بنقول عليه تكميم عملية ناجحة لكن فيها عيوب. تمام. وهي رغم إجراءها واختيار المريض صح إلا أن المعدة ممكن تتمدد. تمام. بس بدل ما كانت توصل لـ70% زي ما قال جانييه نقدر نخليها أقل من كده بالاختيار المناسب، وصلت لـ30%. طب احنا عايزين نشوف حل لـ30% دول عشان خاطر حتى المعدة في الـ30% ما تتمددش تاني. تمام. الفيديو اللي قدام حضرتك ده التكميم الكلاسيك اللي كل الناس بتعمله، وهو تكميم المعدة بالمنظار اللي بنشيل فيه جزء من المعدة. طبعا انا بقول كل الناس بتعمله على اساس ان كل الناس هتلتزم بالمعايير الدولية. تمام. لكن حتى النقطة دي بتحتاج خبرة الجراح، لان بيجي لنا ناس كتير عاملين التكميم ونلاقي جزء من الفندس كبير متساب، جزء من الانترم كبير متساب، وبالتالي يبقى الخطأ كان في اجراء العملية من الاصل. تمام. التكميم زي حضرتك شايفة شلنا جزء معين من المعدة وسبنا الجزء بقطر معين عشان المريض الحرق عنده يتضاعف والشهية تقل خالص وكمية الأكل تقل. طب إيه اللي كان بيحصل بعد عملية التكميم؟ الرولز في العمليات دي إن طالما المعدة مقفولة من تحت بفتحة البيلورس ومن فوق مقفولة بفتحة الكارديا وبتفتح بس مؤقت عشان تعدي الأكل وبعدين تقفل تاني، في قانون اسمه لو أوف لابلاس بيقول إن أي فيسكس أو أي جزء قابل للتمدد بيتقفل من فوق ومن تحت الفترة لازم يحصل له تمدد. تمام. وده اللي بيحصل في المعدة، فتلاقي المعدة رغم إجراء العملية صح على مدار سنين زي ما قال بروفيسور جانييه، يا ريت نحط الصورة بتاع بروفيسور جانييه في الريبورت بتاعه، وده أفضل جراح في العالم وهو مخترع عملية التكميم، لما يقول إن نسبة الفيلير عنده عالية كده دي حاجة. ده بروفيسور جانييه. تمام. ده الصورة دي كنا في مؤتمر المونتريال، الكلام ده من 5 سنين، وكان ساعتها بيقول ان نسبة الفيلير او الرجوع في الوزن وصلت لـ30%. ده الريبورت الحديث اللي عمله بروفيسور جانييه 2018. لو نقرب الصورة هتلاقي كاتب 65 لـ70% رجوع في الوزن بعد 10 سنين. وقال ان المرضى دول هيجوا في مرحلة معينة كان لازم نعمل لهم عملية اخرى، وبينصح بكده. تمام. اللي احنا بنقوله تجنب للنقطة دي. تكميم المعدة المطور باننا بنحط باند حوالين المعدة بيمنع تمدد الجزء الاكبر من المعدة وبيحافظ على نتيجة التكميم لسنين طويلة. تمام. الفكرة على قد بساطتها لكنها فعالة جدا. بص حضرتك، ده تكميم المعدة. عملنا التكميم خلاص بالمعايير الدولية وشلنا الفندس واخترنا العملية للناس اللي ما بيكلوش حلويات. بنحط الباند حوالين المعدة من 4 لـ6 سم من فتحة المعدة العلوية اللي هي الكاردي. تمام. ما بنضيقهاش على المعدة. الهدف مش اننا نخنق المعدة ولا نقلل الأكل. الهدف ان هي تبقى واقفة حاجز تمنع تمدد المعدة. تمام. فالناس تتخيل هل الباند الرفيعة دي هي قطرها 6.5 سم وعرضها 1 سم، هل الباند الرفيعة دي هتمنع تمدد المعدة كلها؟ هي بتمنع تمدد المعدة في الجزء السفلي اللي تحتها اللي هو تقريبا في حدود 12 سم، لكن الجزء العلوي اللي هو 4 لـ6 بيتمدد برضو بس حاجة بسيطة. تمام.
ما يأثرش يعني على بالظبط. هي عاملة زي إشارة المرور أو زي عارفة الكمين بتاع الشرطة لما تيجي العربيات كلها وتيجي تبقى مزدحمة في منطقة، وبعد الكمين تلاقي العربيات ماشية واحدة واحدة، ما تلاقيش زحمة خالص بعد الباند، بعد الخنقة بتاعت الرينج دي اللي احنا حاطينها، تلاقي الأكل نازل بالراحة، ما بيضغطش على جدار المعدة، وبالتالي الجزء السفلي الأكبر من المعدة ما بيتمددش خالص. وده اللي يخلي المريض ما يحتاجش يجري عملية أخرى في المستقبل، ولا يقلب لتحويل، ولا يقلب للسادي أوبريشن اللي هي عملية مال أبزوربشن أقوى. يبقى احنا احتفظنا بقوة التكمين لسنين طويلة عشان نقدر نقول ان التكمين لما يتحط عليه الباند او التكميم المطور او الباندد، بنسميه باندد سليف جاستريكتومي، عملية تعيش العمر كله. تمام. طب عاوز حضرتك تكلمني عن التخدير، وده موضوع بيقلق كتير من الناس، الناس كلها بتخاف من التخدير، وسمعنا يعني قصص كتير على التخدير، خصوصا التخدير الكلي، وكمان السكار اللي هي العلامه اللي بيكون بعد الجراحه. حضرتك تكلمني عن اولا هي مش جراحه فما فيش سكار، احنا بنشتغل بالمنظار الالماني ده، من فتحه 2 مللي 5 مللي بتختفي وما فيهاش غرز ولا حاجه، بتقفل بجلو. تمام. ما فيش غرز وما بتغيرش عليها المريض وما بيسيبش اثر على الاطلاق. تمام جدا. العملية نفسها عشان خاطر نضمن ان هي التخدير يبقى امان، لان شق العملية هو العملية الحديثة والتخدير الحديث. تمام. عشان نضمن ان التخدير ما يبقاش نقطة ضعف في نجاح العملية، كان لينا بحث طويل في هذا المجال، وزي ما بنحضر مؤتمرات في عالم الجراحات لازم بنحضر مؤتمرات التخدير، ومن أول ما ظهر أحدث طرق التخدير في العالم وهو الروكرونيوم والريفيرس بتاعه، كنا في مؤتمر في بلجيكا وإحنا الحقيقة بنخدر بالروكرونيوم، وده بيدي نتائج فعالة جدا، ملوش أي تأثير لا على النفس ولا على القلب ولا على الصحة العامة، والمريض بيتخدر كأنه كان نايم وصحي، وده شفناها بعنينا من أكتر من 3 سنين في بلجيكا مع بروفيسور ميلير، وده أكبر دكتور تخدير والإنستراكتور والمحاضر في الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة للسيشن أو قسم التخدير، هو دكتور تخدير متخصص في جراحات السمنة. العالم كله الحقيقة انبهر بنتائجه، وإحنا سافرنا وخدنا تيم التخدير مخصوص عشان خاطر يتدرب تحت إيديه، ومن سنين طويلة وإحنا الحمد لله حلينا مشكلة التخدير على الإطلاق، لأن المرضى بتوعنا كتير منهم عنده سكر، عنده مشاكل في التنفس، عنده مشاكل في القلب، بيبقى عايز يضمن بعد توفيق ربنا طبعا سبحانه وتعالى إن إحنا بناخد بكل الأسباب عشان العملية تمر بنجاح ويحقق النتيجة المرجوة بدون أي مضاعفات. طيب ليها سن معين يا دكتور؟ يعني إجراء الجراحة دي محتاجة سن معين؟ العمليات عموما بتبدأ التكميم بتبدأ من سن 10 سنين الأطفال. وملهاش يعني حتى سمنة الأطفال، ودي حاجة ناس كتير ما تعرفهاش، إن الأطفال اللي بيعانوا من سمنة ومن صغرهم أول ما يوصل 10 سنين الحل المثالي له هو إجراء عملية التكميم. تمام. لأن الطفل لما يظهر عليه علامات السمنة بدري معناها إن الحرق عنده قليل جدا، حتى لو هو بياكل كتير، ففي ناس كتير بتاكل كتير بس ما بتتخنش. تمام. معنى ان هو بيتخن معناها ان الحرق عنده قليل، والحرق ده هرمون في المعده اسمه البي واي واي، بيطلع من جزء اسمه الفندس، دي حاجه جينيه بقى في المعده بالظبط. واول ما بيجري عمليه التكميم ويخس المريض او الطفل ده بيعيش حياه خاليه من السمنه تماما، ويرجع بقى، لان نقطه سمنه الاطفال بتتاثر جدا نفسيا واجتماعيا، بتأثر عليه ودراسيا، تلاقيه عنده انطواء طبعا، مش عايز يبقى مع زمايله، بيحصل له مواقف محرجة تلجأ ان هو يكره المدرسة، يكره المشاركة وينعزل، ويبقى للأسف حتى لو صلحنا المشكلة دي في سن متأخر شوية ضيعنا عليه فرصة النجاح والحصول على المستوى العلمي والمشاركة الاجتماعية اللي طليق تأثيرها بيه. دكتور الصحي عليه يعني الصحي ما بيبانش قوي في الأطفال، يعني أنا ليه بتكلم في النقطة دي
في الاطفال الصحي يبان اكتر من بعد سن ال 35 وال 40 يبتدي الضغط والسكر والمفاصل. الاطفال ما بيحسوش بالنقطه دي، بيبقى نشيط وبيلعب وكل حاجه، بس عنده مشكله نفسيه واجتماعيه ودراسيه فوق ما تتخيل. للاسف يا دكتور الموضوع اكتر من شيق، وكان نفسنا نكمل اكتر مع حضرتك. بشكرك جدا دكتور احمد، كان مشرفنا ومنورنا النهارده الدكتور الاستاذ الدكتور احمد السكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس، ورئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. خلصت حلقات فقرتنا، بشكر حضراتكم، الى اللقاء.